السلام عليكم خالتي، صباح الخير عليكم. جيناكم اليوم في هذا الفيديو خفيف اللي نشرحوا فيه الطريقه اللي راح نفهموا بها الميتيو ديستان اللي خدمناه بالبوشوار، باسكو لما بارطاجيت البارح الصور تاع هذا الجيتار اللي راح نفهموا منه دوموندونا بزاف خاطر لي زابليكاتور كيفاش نفهموا حيت البوشوار تبعوا معنا خالتي، راح نكونوا شويه خفيف في هذا الفيديو. هذه طريقتي الشخصيه صوت لا شارج خاطي، ما نحطوهاش هنا، نحطوها شويه بعيد كما راكم تشوفوا. من بعد شويه لا شارج، من بعد كي تخفى بشويه نصبوها مع اللي راه مخدومه من قبل. هذه الطريقة خاطر سهلة وبسيطة. من بعد الخطوة الثانية هي هذا ليبونج والماء، كاين واحد النقطة ننبه بها الخاوتي لأن كي نجيو نبداو نمسحو هي تعتبر كيما نقولوها أحد الأسرار اللي تخليك باش يخرج لك البالون تاعك بيان فيه. إخواني الحرفيين يعانيو بزاف من حاجة نقولها الراكور، كيفاش تنحي الراكور؟ أنت ما تروحش تبدا تبونسي تاعنا أخويا. اول حاجه تمسح، عفوا اول حاجه تبدا تمسح وين تلقاو صوفت جديده ما صوفت قديمه. هكذا خاطي باش نفيدين المشكل تاع الراكور، نروحو نمسحو وين خلصت باش كي نزيدو نحطو فوقها الاخرى ما تجيناش ندير الراكور. فهمتوني خاوتي؟ من بعد خاوتي بشكل دائري نكمل نمسح المساحة كاملة هذه اللي درت لها الصوت، تكون شوية تخدمو بشوية سرعة باش ما يتجفلكش. من بعد خاوتي نغيرو البونجا، نمسحو على الموتيف باش نبينو الموتيف. كل واحد باللمسة تاعو خاطي. كيما راكم تشوفو خاطي طريقة سهلة وبسيطة. طلبتو منا ندير لكم فيديو البارح، درنا لكم اليوم خاطي فيديو، إن شاء الله ما نبخلوكمش، إن شاء الله نكونو وصلنا لكم الفكرة، ربي يعاونكم خاطي.